على عمق 85 متر تحت الأرض في مدينة بتركيا اسمها مدينة الجنم. أكيد الاسم غريب بس له قصة كمان غريبة. في عام 1963 هدم أحد سكان مدينة ديرينكيو أحد جدران منزله، فاكتشف بالصدفة أنه خلف الجدار اللي هدمه في غرفة، وهالغرفة بتأدي لغرفة تانية، ومن غرفة لغرفة تم اكتشاف مدينة الجن المشيدة تحت الأرض. تم تسميتها بمدينة الجن لضخامتها ووجودها بأسفل الأرض، وأكد مهندسين مختصين في إعادة بناء الحضارات أنه بناء هالمدينة بيعتبر مهمة شبه مستحيلة حتى لو استخدموا في بناء آلات ومعدات العصر الحديث. وهون كان في كتير تساؤلات عن طبيعة السكان الأصليين يلي قدروا يبنوا مدينة تحت الأرض وبهالعمق من دون ما توصلهم التكنولوجيا. منشان هيك سكان هالمنطقة ما بيصدقوا أنه هالمدينة من صنع البشر، وعندهم قناعة تامة بروايات أجدادهم أنه هالمدينة من صنع الجن، وأنه الجن هجروها من زمان ورح يرجعوا لها بأي وقت. الأتراك بشكل عام عندهم قصص ومعتقدات قوية وغريبة نوعا ما متعلقة بعالم الأرواح والجن والحسد وقراءة الفنجان، وبيتعاملوا مع بعضها بطرق تشبه طريقة العرب، إما بكتابة الحجابات عند المشعوذين لطرد الأرواح الشريرة أو السحر، أو المشايخ يلي بتقوم بإخراج الجن المتلبس من جسم الإنسان عن طريق قراءة القرآن أو بطرق تانية كالضرب. وإذا رحنا لسينما الرعب في تركيا رح نشوف العديد من أفلام الرعب يلي بتحوي بعناوينها على كلمة الجن مباشرة، مثل فيلم الجن، طريقة الجن، وسواد الجن، وغيرها وغيرها من الأفلام. بالنهاية هي معتقدات وقصص كتيرة بنسمعها عند الأتراك، بالنسبة لكتير مننا هي خرافات أو أشياء مو منطقية، بس هي باعتبار الأتراك واقعية وبتندرج تحت الثقافة التركية. هاد كان كل شيء لحلقتنا اليوم بمن تركيا. لا تنسوا تشاركونا بآرائكم واقتراحاتكم على صفحتنا على فيسبوك. إلى اللقاء.